اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب بنجوم اللي منورني في استوديو، كابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي وطبعا عضو لجنه التقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن. وحشتنا يا كابتن. انت اكتر والله. كل سنه وانت طيب، ان شاء الله تكون حلقه مميزه، موسم حلو على الباسكت وعلى النادي كله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. معانا لاول مره طبعا يعني زميل الملعب ونجم نجوم النادي الاهلي والكابتن التاريخي، احد كباتن النادي الاهلي التاريخيين واللي حقق بطولات كتيره، واللي شرفت ان انا لعبت معاه، معانا نجم النادي الاهلي كابتن مصطفى الشافعي. اهلا بيك يا كابتن مصطفى. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ده شرف ليا انا اللي لعبت معاك، وكان لينا الحمد لله صالات وجولات بالظبط، وجولات كتيره كده الحمد لله. عايز اقول لك يا كابتن ان يعني انا سعيد جدا النهارده، ويعني وفكرتيني بايام حلوه. ربنا يخليك يا كابتن. وفكرك ان انا اول ما جيت النادي الاهلي انت سبت لي رقم 8 طبعا. انت طبعا انت يعني كنت ساعتها بتلبسها ولبستها سنين. اخلاق والله عمري ما انسى دي لكابتن مصطفى. قال لك لا كابتن هيثم انت كابتني في المنتخب وده، انا هقلع رقم 8. انا فاكر كويس قوي الموقف ده طبعا. يمكن انت بتفتكر دي اقل حاجه والله يا كابتن هيثم، اقل حاجه. مش بعيد عن اخلاقك ولا اخلاق النادي الاهلي. ربنا يخليك. خلينا نيجي كده نبتدي كابتن سلعاوي، طبعا تابع البطوله العربيه والحدث الاهم دلوقتي في الباسكت واللي كنا متابعينه بصفه عامه، رايك ايه عن البطوله؟ البطوله شايفها ازاي؟ خلينا نتكلم جنرال وبعد كده نخش في تفاصيل وارقام. بطوله طبعا، البطوله دي بطوله صعبه، لان في اربع فرق على الاقل من ضمن الفرق مستواها عالي جدا. طبعا النادي الاهلي رايح الحمد لله كامل العدد بتاعه، وفي نادي الاتحاد السكندري والرياضي اللبناني والكويتي الكويتي. الحاجة الحلوة اللي في البطولة دي مؤازرة الجماهير الأهلوية لفرقة النادي الأهلي بطريقة يعني طريقة جميلة جدا، وطريقة أسعدتنا جميعا طبعا. برضو هتلاقي الرياضي اللبناني ليه جمهوره هناك، النادي الاتحاد ليه جمهوره، الكويت الكويتي بلده وبتتعمل على الأرض وكده. لكن أنا أعتقد أن البطولة دي هتبقى من أصعب البطولات لوجود اكتر من فرقه واكتر من منافس. الامور ماشيه بحيث ان الاول النادي الاهلي قدر يتصدر بعد ثلاثة فوز، قدر يتصدر مجموعته، واخيرها كان على الرياضي اللبناني، وده هيجي طبعا في طبعا الكلام مع الكلام في سياق الكلام. ونادي الاتحاد السكندري برضه في المجموعه الثانيه طلع الثاني بعد خسارته من الكويت الكويتي فريق باسكت. لكن برضو دي كلها لسه مؤشرات اوليه يعني. نعم. لسه مؤشرات اوليه. نعم. هو ما يصعب هذه البطوله ان هي تكرار لبطوله العام الماضي، ان النادي الاهلي هيقابل نادي الاتحاد في الدور اللي قبل النهائي. سكتنا طيب. طبعا دي لسه هي صوره اهي كمان لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتساند في فريقنا في الكويت. وبالمناسبه انا عايز اقول لك ملحمه كبيره جدا، ملحمه وطابلو جميل بيقدمه جمهور النادي الاهلي العظيم في ارض الكويت. وعايز اقول لكم ان في بعض المباريات كانت في اوقات الدوام والشغل، ولكن النادي الاهلي او الجمهور النادي الاهلي قدم اجازات وجي ساند فرقته، وطبعا اكيد الاشقاء في الكويت ساعدوهم على ده. منظر جميل وحاجه تفرح. برضه اللي ساعد ان المنظر ده والتابلو ده ان بقت فرقه النادي على قدر المسؤوليه. صحيح. وهم فرقه تحترم. والله يا كابتن حتى لو الفرقه مش هتكسب الجمهور النادي الاهلي بيروح. انت بتقصد تقول ان هو يعني مخلي التابلو شكل حلو. اللي هو اداء الفريق، ولكن حتى لو الفرقه يعني لا قدر الله ما كانتش بالمستوى دي، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم في كل مكان، وانا من هنا الحقيقه بوجه لهم كل التحيه وكل يعني هو منظر رائع تتحدث عنه جميع الوسائل الاعلام. طبعا 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 اكيد كابتن مصطفى، يعني اكيد حضرتك تابعت البطوله وشفت كل الفرق اكيد، يعني احنا زي حالاتك شفنا ماتش لده وماتش لده، رايك عام على البطوله ايه والفرق المشاركه؟ بص كابتن هيثم، احنا البطوله العربيه دي كان طول عمرها في السنين اللي فاتت ما كانتش بنفس القوه الفترة الأخيرة دي. يعني السنة اللي فاتت لما الحمد لله إن احنا قدرنا نكسبها كانت من أقوى البطولات. نعم. السنة دي نفس الكلام، بقت أقوى من البطولة بتاعت السنة اللي فاتت. طب السبب إيه؟ ليه بقت قوية كده كابتن؟ بيتهيألي عشان الأهلي ابتدى يكسبها. فالناس ابتدت تهتم شوية بالموضوع ده. أنا بيتهيألي احنا ما كانش في زمان أي حد كان كمية الفرق اللي بتشترك في البطولة العربية ده ما كانش موجود في السنين. نعم. اللي فاتت يعني. بس التدعيمات بالظبط بقت قويه جدا، المحترفين بقت على مستوى دلوقتي. انت كل فرقه يعني احنا البطوله السنه دي بيبقى في 2 محترفين، غير ان انت من حقك ان انت تضيف واحد محترف عربي في الفرقه ثالث. نعم. فكل التدعيمات دي غير طبعا العناصر الموجوده اللي هي الاساسيه اصلا، اللعيبه المصريين اللي موجودين في الاهلي وموجودين في نادي الاتحاد، غير اللي موجودين في الدوري اللبناني، غير اللي موجودين في الدوري الكويتي. فلا الصراحه البطوله بقت صعبه جدا وبقت من اصعب البطولات اللي موجوده. طب في بعض المتابعين بيقول ان البطوله العربيه دلوقتي بقت اصعب من الباسكت بول افريكان ليج، لانه التدعيمات بتبقى قويه، يعني المحترفين اغلبهم اكس ام بي. انت مع المقوله دي او الراي ده؟ انا مع المقوله دي الصراحه.
انا شايف ان البطوله العربيه بقت اقوى من البطولات الافريقيه. يعني بيتهيألي احنا حضرنا بطوله افريقيا اللي كانت عندنا في النادي في 2016. دي تقريبا من وجهه نظري انا، برضو مش عايز حد يبقى زعلان مني، انا شايف ان دي كانت من اقوى البطولات الافريقيه. نعم. بالظبط. بيتهيألي المستوى في افريقيا قل شويه دلوقتي، بقى الاهتمام دلوقتي في البطولات العربيه هي اللي بقت اقوى الصراحه. صحيح، هم محترفين على مستوى عالي. بالظبط كده. طب كابتن سلاوي، خلينا نبتدي كده نذكر الساده المشاهدين بايام البطوله ومبارياتها والنتائج اللي كانت فيها، للي الساده المشاهدين ما كانش متابع البطوله ممكن نقول له يعني ملخص سريع عن ايام البطوله ومباريات. هنبدا باول يوم اللي هو يوم افتتاح يوم 5/10. تمام. كان النادي الاهلي المصري بيلعب مع المينا اليمني، قدر النادي الاهلي المصري يكسب 130-53. بس فرق كبير قوي يا كابتن، يعني فرق 80 نقطه. 80 نقطه يعني طبعا فرق اكبر فرق في البطوله. طبعا. اتحاد اسكندري يوميها كان بيلعب مع اهلي حلب السوري وقدر يفوز 99-52. الكويت الرياضي لعب مباراه مع اهلي بنغازي كسب 76-60. تمام. دي كانت مجموعه بقى صاله الاتحاد. في صاله نادي الكويت، الاهلي البحريني كسب السد القطري 69-60. البشاير العماني كسب 80-99 من قزم الكويتي. الجوهر الكويتي قدر يكسب دجله الجامعه 72-57. وطبعا مش محتاجين يعني نقول يا كابتن ان هم اربع مجموعات. صح، اربع مجموعات بيلعبوا يوم بعد يوم. اربع مجموعات متقسمين ل 16 فريق، متقسم لاربع مجموعات. الدور ده كله ما فيش حد هيطلع بره فيه. نعم. الاربعه متأهل. داخلين الاربعه متاهلين. هيجي نظامها ان الاول بيلعب الرابع والثاني بيلعب الثالث، يعني اول المجموعه الاولى هيلعب ثاني المجموعه الثانيه، الرابع المجموعه الثانيه، والثاني هيلعب الثالث. يعني ثاني يا كابتن هي اربع فرق في كل مجموعه، اربع مجاميع 16 فريق بيلعبوا كل يوم مجموعتين، واليوم اللي بعده يلعب مجموعتين تانيين. ايوه. بالتبادل يوم بعد يوم. صح كده؟ تمام يا كابتن. مفيش حد هيطلع بره، الاربعه داخلين دور ال 16. تمام. طب نروح اليوم اللي بعده. اليوم اللي بعده كان يوم 6/10. يوم 6/10 كان في الرياضي اللبناني بيلاعب الجرافه القطري. نعم. قدر يكسب 84-66. اهلي بنغازي خسر من الاتحاد اسكندري 122-64. اهلي حلب السوري قدر خسر من الكويت الرياضي 67-59. ده على صاله الاتحاد. نروح لصاله نادي الكويت. قزمه الكويتي كسب الاهلي البحريني 90-77. بيروت اللبناني كسب 88-74، كسب وداد بفريق الجزائري. تمام. والسد القطري خسر من البشائر العماني 92-86. دي كانت مفاجاه صراحه. السد القطري قلت يعني فرقه من فرق، اعتقد المجموعه الثالثه والرابعه اقل شويه. طيب خلينا نروح لليوم السابع مع كابتن مصطفى. يعني برضو كان يوم السابع يشهد بعض اللقاءات القويه. في يوم السابع 7/10، اتفضل يا كابتن مصطفى. اليوم السابع ده اللي هو كان يوم ده كان تاني ماتش للنادي الاهلي في المجموعه، وده كان الحمد لله كان الاهلي كسب فيه الغرافه القطري 108-59. وبرده هو ده سكور عالي، من اعلى برده السكورات اللي موجوده في البطوله. والماتش الثاني 49 نقطه بالظبط. 49 نقطه بالظبط. والماتش الثاني كان الرياضي اللبناني مع المينا اليمني، وده برده خلص 103-54. وده برضو مؤشر ان 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 فرقه الرياضي برضو من جمدة. الفرق الجامده اللي في البطوله طبعا. طبعا هو طول عمر الرياضي اللبناني من الفرق القويه جدا في البطولات العربيه كمان، وخاصه في اسيا برضو كمان. صحيح. من الفرق اللي بتنافس على بطولات اسيا يعني. وكمان كابتن هيثم الرياضي اللبناني عامل 7 بطولات عرب. اكبر رصيد يمكن ولا الاتحاد 9 الاتحاد. الاتحاد 7 عربيه، الرياضي اللبناني 5، الجزيرة المصري 4. الجزيرة الأربعة دول خدهم في جيلة. الأربعة بتوع الجزيرة اللي فاكرهم بجيلة، أنا ما خدهمش قبل كده. اتفضل يا كابتن. وفي بقى الماتش الثالث اللي هو كان الأهلي بنغازي وأهلي حلب سوريا، ده كان خلص 79-71 لأهلي بنغازي. وفي المجموعة اللي كان فيها بيروت اللبناني ده برضو خلص ماتش كان إيكوال جيم، خلص 84-80 لبيروت اللبناني مع دجلة الجامعة. والماتش الجهراء الرياضي وداد بوفريك برضو خلص للجهراء الرياضي 75-63. بيتهيألي برضو النتائج بتدل ان في فرق، في منافسه. صحيح. في منافسه. صحيح. في منافسه في المجاميع الثانيه، بس زي طبعا ما الكابتن سلاوي قال طبعا في اقل شويه من مجموعه الاتحاد ومجموعه الاهلي. وفي كان اخر ماتش في اليوم ده كان السد القطري مع قزمه الكويتي وخلص 90-71. نعم.
طيب خلينا برضو نخش على اليوم اللي هو رابع يوم في البطوله، اليوم الاخير اللي هو كان يوم 8. وده كان تقريبا اهم يوم تقريبا في المجاميع. نعم. ان ده كان في الماتش بتاع الاهلي والرياضي اللبناني، وكان في نفس الوقت ماتش الاتحاد والكويت الكويتي. والحمد لله كان الاهلي قدر ان هو يعمل جود جيم في الماتش ده، وكسب 88-71. نعم. وده برضو سكور هايل بالنسبه ان انت بتلعب الرياضي وان انت تكسبه بالسكور ده. صحيح. فده سكور هايل طبعا. طبعا. وفي الماتش الثاني اللي هو برده كان ايكوال جيم برده، الغرافه القطري والمينا اليمني 78-73. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. يعني الغرافه القطري يكسب 5 بونت مع الميناء، دي كانت مفاجاه. برغم ان الميناء ضيع المباراه من ايده. كمان عمل كومباك كويس جدا جدا. ماتش الكويت الكويتي والاتحاد السكندري، وده برده كان من اقوى الماتشات تقريبا اللي في البطوله العربيه لغايه دلوقتي. الاتحاد بيتهيألي الاتحاد خسر هو باسكت من الكويت الكويتي في اخر دقيقه، في اخر بالظبط كده. يعني ده كان ماتش 74 للكويت الكويتي 72. وكان في الماتش الثاني اللي هو جهراء الرياضي والبيروت اللبناني، برده ده كان ايكوال جيم 88-84 لبيروت اللبناني. ووداد بوفريك ودجله الجامعه برده 86-66 لوداد بوفريك. واخر ماتش كان في اليوم ده كان الماتش الاهلي البحريني والبشائر العماني العماني، والاهلي البحريني كسب فيه 68-62. يعني المؤشر او النتائج بتقول ان احنا الحمد لله، النتائج بتقول ان الاهلي ماشي بخطى كويسه وثابت من اول جيم لغايه اخر جيم لعبه لغايه دلوقتي. المراحل بتاعه الماتشات بتاعه الاهلي دي ميزه، ان برده اللعيبه تاخد على بعض وتتاقلم على بعض عشان الماتشات بتاعه المراحل الاقصائيه اللي جايه. فبيتهيالي ان يعني ان شاء الله باذن الله النتائج مبشره باذن الله ان احنا نقدر نحافظ على البطوله دي السنه دي باذن الله ان شاء الله. طب كباتن استاذنكم نروح بقى مور ديتيلز، تفاصيل اكتر، ارقام اكتر، وهو ترتيب المجموعات. احنا قلنا الماتشات وقلنا لحضراتكم ويعني شرحنا مع حضراتكم المباريات يوم بيوم وترتيب او يعني شكل البطوله بشكل عام. اربع فرق، اربع كل فرق كل مجموعه فيها اربع مجاميع، كل مجموعه فيها اربع فرق. وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي وكابتننا الترتيب. فكابتن سلاوي حضرتك معلش تاخد المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه كترتيب وكفرق وكترتيب وكنقاط كمان ان شاء الله. دلوقتي احنا بالنسبه للمجموعه الاولى، اول فرقه الكويت. اول مجموعه اتحاد اسكندري. لا انا عايز بقى حضرتك تاخدها لي واحده واحده معلش، وسيب الصوره دي معانا يا جماعه شويه. الكويت 3 وين يعني 3 مكسب ب 6 بونت وصفر خساره ليه 217 نقطه حطهم وعليه 191 وليه 6 نقاط. عايزين بقى كده واحده واحده بقى. اتحاد اسكندري لعب 3 مباريات، خسر واحده وكسب 2. ليه كام نقطه؟ 5. وليه 293 نقطه؟ 293 صح مظبوط يا كابتن. وعليه 190 معنى كده دفاعه كويس. طب تمام يا كابتن. بعديها اهلي بنغازي لعب 3 مباريات، خسر 2 ليه 4 بونت. تمام. وكسب واحده يا كابتن صح؟ خسر 2 وكسب واحده اهلي بنغازي. يبقى 4 نقاط. ال 209 203 ليه؟ 203 ليه و269 269 عليه. تمام. أربع نقاط ليه؟ أربع نقاط. الأهلي حلب لعب 3 مباريات، خسر 3، عنده 3 نقاط ليه 182 وعليه 345. 245 صح كده؟ تمام يا كابتن. طيب نخش على المجموعة الثانية أستاذن حضرتك، برضو المجموعة بتاعت الأهلي بقى. المجموعة الأهلي، الأهلي المصري لعب 3 مباريات، ما فيش خساره الحمد لله، حط 326 بونت وعليه 183. لا تعالى بقى نقف على الرقم ده. دي حقيقة. الرقم ده 300 كام يا جماعه؟ 326. طيب ده الرقم ده كده بالارقام اللي احنا شايفينها دي يا كابتن، كده الاهلي اقوى هجوم. اقوى هجوم صح كده؟ طبعا. الارقام ما بتكذبش صح كده؟ يعني فرق بينه مثلا وبين اي فرقه فوق ال 100 يعني احنا هو يعني هو كله في الميتينات. في حد في 300 يا جماعه؟ مفيش حد في 300. احنا لوحدينا اللي في 300. فكده انت اقوى هجوم مريح. طب لا احنا محتاجين معلش يا كابتن هنقف شويه بس، ارجع لضيوفي يا جماعه وارجع نكمل المجموعه الثانيه. طيب انت بقى يا كابتن سلعاوي بوجهه نظر حضرتك واجي لمصطفى معلش يا جماعه ارجعوا لنا ثاني وهنرجع للصوره دي ثاني بعد كده، بس ايه عايز اقف على الهجوم ده. كابتن سلعاوي رايك ليه احنا اقوى هجوم؟ احنا اقوى هجوم عشان بنلعب بنظام وبسيستم هجومي
متغير في كل معظم المباريات. عندنا فاست بريك سريع جدا، عندنا ريباوند، فالريباوند بيديك فاست بريك، فالفاست قصدي يعني عشان نبسطها ان احنا بناخد هجوم سريع على الباسكت. الهجوم السريع ده بيجي من ايه؟ من ان احنا نقدر نستحوذ على السلتين، فاحنا في الدفاع بنستحوذين على الكوره، وفي الهجوم مستحوذين على الكوره. فاعتقد ان ده ويدخل فيه نسبه تركيز في الفاول شوتنج في الرميه الحره، نسبه تركيز في البونتين، ونسبه تركيز عاليه عندنا في الثلاثه بونت. كل ده بيساعد ان انت عندك هجوم جيد، ودفاع الدفاع الجيد هو اللي بيديك الهجوم الجيد. لو بصيت حضرتك للدفاع هتلاقيه احنا داخل 183 بونت فينا، اقل فرقه برضه. ما انا هرجي للدفاع بعد كده، بس برضه عايز اخد راي كابتن مصطفى. طبعا يعني في حته نفسيه معلش اسمحوا لي اقولها، انه طبعا احترام الخصم. النهارده النادي الاهلي بينزل بيلعب قدام اي فرقه بمستواه، ما بينتظرش ان هو يلعب على قد مثلا مستوى الفريق المنافس، بيحترم الفريق، بينزل يلعب بكل قوته. هستاذنك برضه يا كابتن مصطفى، من وجهه نظرك ليه النادي الاهلي اقوى هجوم؟ بص يا كابتن هيثم، يعني ممكن ده كان فيه عيب عندنا احنا كلعيبه، ان انت لما بتستسهل الجيم خلاص انت عارف ان انت كسبان الجيم، فممكن ما بتدوس شويه على بالظبط كده، ممكن تفك شويه. بيتهيالي مستر اوجوستي مانع الكلام ده من السيزون اللي فات، وانا شايف وملاحظ الكلام ده في النادي الاهلي، ان مفيش فرق بين الخصم اللي انت بتلعبه. انت بتلعب فرقه لو كانت هي ضعيفه زيها زي بطل اي دوله تانية. فهو ده اللي نجح النادي الاهلي، وزي ما الكابتن سرعاوي قال احنا الاوفنس بتاعنا عالي بسبب ان احنا الديفنس بتاعنا عالي. هو ده اللي مسهل علينا الاوفنس، ان احنا النسب بتاعتنا في الفاست بريك بتبقى اعلى. يعني احنا لو جينا بصينا او اتفرجنا على الماتشات هتلاقي ان احنا عندنا النسب بتاعت الفاست بريك نسب عاليه جدا. يعني احنا ما بنقفش نلعب 5 على 5 كتير، او قليل قوي لما بنقف نلعب 5 على 5 بسبب ان انت بتعمل جود ديفنس وبتجري فاست بريك. فغير طبعا خبرات اللعيبه اللي موجوده يعني ومتمثله طبعا في والتر هودج وعمرو الجندي والموهبه والخبره، ايهاب امين، مع العناصر الشابه، بيتهيالي ان التوليفه اللي معموله في فرقه النادي الاهلي هي اللي منجحه الكلام ده، مع طبعا مستر اوجوستي ان هو عامل كنترول على الفرقه. اصعب حاجه تفسر ايه يا كابتن ان كل ماتش هداف شكل؟ يعني برضو دي حاجه لازم اتوقف عندها. كل ماتش يعني اول ماتش كان الهداف وولتر على ما اتذكر، على عزب. لا 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 كان عمرو زهران، عمرو زهران 30 نقطه. المباراه اللي بعديها كان وولتر هوج، مش عارف المباراه الثالثه هو كان وولتر هوج برضو. عمرو لا عمرو الجندي كان الثانيه، عمرو الجندي كان الثانيه الثالثه. تفسر في ايه تنوع يعني الهدافين كل مباراه؟ ان انت ما عندكش نجم يا كابتن هيثم، دي ميزه كبيره قوي ان انت بتعتمد على كل اللعيبه اللي موجوده في الرمل. هم كلهم نجوم بالظبط. انا ما اقصدش مش قصدي تقليل من حد، انا قصدك ان هم النجوم. احنا ما بنعتمدش على حد، يعني لو لعيب لا قدر الله مش موجود او اي حاجه لاي سبب ما، الفرقه الاهلي مش هتقع الحمد لله يعني. وهو ده اللي مستر اوجوستي عمله في فرقه النادي الاهلي، ان احنا ما بنعتمدش على حد. زي ما حضرتك قلت كده، احنا ما شاء الله عندنا الناشئين يقدروا يشيلوا، واللعيبه الخبره تقدر تشيل. فاحنا التوليفه اللي معموله دي هي اللي منجحه الاوفنس بتاع الفرقه. ان احنا انا يعني انت عارف يا كابتن هيثم، احنا زمان مثلا كنا مثلا في الاوفنس كنا بنعتمد مثلا على لعيبه معينه ان هي تخلص لنا بالظبط كده. لا انت دلوقتي انت وانت بتلعب النادي الاهلي الموضوع صعب بالنسبه لك، انت مش عارف تمسك مين. انت عندك المفاتيح اللعب كتير قوي في فرقه النادي الاهلي، وده الثقه اللي مستر اوجوستي هو اللي موصلها للعيب، ان انا الصغير زي الكبير عندي، انا ما عنديش نجم، انا عندي اللعيبه كلها زي بعض. ادائك في الملعب هو اللي هيحدد، وهو اللي هيقرر اذا كنت انت هتلعب قد ايه، وقتك قد ايه بادائك في الملعب. فالصراحه باين قوي من الارقام القوه بتاعه النادي الاهلي في الاوفنس وفي الديفنس يعني. ولو هنرجع لموضوع الديفنس، احنا برضو اقوى فريق يعني، احنا داخل فينا 183. لا انا هروح للديفنس تاني بقى باستفاضه كمان بالزبط. بس انت الهجوم رايك ان احنا مش فرقه نجم واحد بالظبط، احنا فرقه نجوم كلنا، ولكن النجم بادائه في الملعب دي حقيقة. وبالتزامه، بدليل ان احنا الهداف اول مباراه كان عمرو زهران 30 نقطه، بعديه كان يجي عمرو الجندي في المباراه الثانيه مع الغرافه القطري برصيد 19 نقطه، يجي وولتر هوج في المباراه الثالثه برصيد 26 نقطه. يعني قصدي اقول لك ان هو متنوع ومتنوع التهديف. اتفضل يا كابتن. اضيف اضافه صغيره، ان انا بايد كل الكلام اللي قاله كابتن مصطفى الشافعي، بس ليه اضافه صغيره، ان من خلال متابعاتي يعني ان خلق المنافسه ما بين الناشئين والكبار هي السبب الرئيسي في بالزبط. الشغل ده بالظبط، ودي عنصر مهم جدا، ان في طالما في عنصر منافسه
بين الكبير والصغير وكله خايف مستفيد الفرقه والفرقة. وكل واحد عايز ينزل يقدم ما هو عليه باقصى طاقه لان عارف ان في وراه. حضرتك جبتها منظور يعني نفس الكلام اللي قاله مصطفى بس منظور اخر. انت عايز تحجز مكانك في الملعب نفس اي حد. مجهودك بدراعك. وريني شغلك وريني هجومك. يعني انا حتى في كور مستر اجوستي بيبقى احنا الفرق 30 و40 نقطه والكوره ما تعجبوش بيزعق وبيغير. لا بيروح ساحب على طول الملعب لان هو مش عاجبه اللعب. هو لديه سياسه في فرض اسلوب لعبه على احترام الخصم زائد فرض اسلوب اللعب. نعم. انا اللي اتحكم في الريتم بتاع الجيم مش انا اللي اجري ورا الفرقه الثانيه. صحيح. وخلينا انا عايز اتكلم بقى باستفاضه اكتر على الدفاع بس خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نتكلم عن الدفاع وليه النادي الاهلي اقوى دفاع في البطوله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اتكلمنا قبل الفاصل عن ارقام النادي الاهلي والنادي الاهلي اقوى دفاع وهجوم بالارقام في هذه البطوله ولكن انا عندي كلمه عايز اقولها قبل ما ارجع طبعا لضيوفي وهو ان احنا حتى الان ما عملناش حاجه. يعني برضو لازم يعني الرساله دي توصل للاعبين وتوصل للجمهور. احنا اداء كويس ولكن النادي الاهلي لا يعترف الا بالكاس. خدنا الكاس واتحط وشلناه احنا نحتفل ونفرح. انما كل ده تحليل ارقام وليس فرحه. اداء الفريق كويس تمام ولكن البطوله تتاخد وناخد الكاس ونرجع بيه ان شاء الله على القاهره يبقى احنا كده نحتفل وننبسط. انما حتى هذه اللحظه احنا بنحلل الارقام وبندعم الفريق. كابتن سلعاوي احنا قلنا ان الفريق النادي الاهلي اقوى دفاع ب 133 نقطه بس دخلوا في النادي الاهلي 133 ليه اقوى دفاع من وجهه نظرك 183 183 حضرتك شايف ليه احنا اقوى دفاع؟ لان لو انت بصيت للدفاع تلاقي متوسط اقل من ال 60 نقطه 183 على 63 61 يعني 61 نقطة بالظبط 61 نقطة فده بيتمثل ان انت عندك منظومة دفاعية قوية جدا في ليه؟ ليه؟ لأن الراجل مصمم عليها، الراجل في التمارين اللي ما بيدافعش بيبقى بره. الراجل عنده تصميم على وجود دفاع، الدفاع هو اللي بيديك الباسكت السهل، هو اللي بيخليك تبقى انت في الجيم. طب ايه نوع الدفاع اللي بيحبه مستر اجوستي من وجهة نظرك الفنية؟ هو بيميل جدا للمان وفي الزون. هل مان تو مان ضاغط من اول الملعب ولا مان تو مان من نص الملعب؟ شكل دفاعه اعتقد نص الملعب. طيب البوينت جارد من البدايه والباقي كله بيرجع صح بيرجع بيرجع وكده. مع ان احنا كان عندنا مشكله امبارح شويه في المباراه في الطلوع من البريس بتاع النادي الرياضي اللبناني في اول الجيم. لكن نظام. وبعدين اصلا النادي الاهلي برضو لو جينا للمدربين السابقين لمستر اوجستي كان برضو اشرف توفيق وغيره كانوا بيهتموا بالدفاع جدا جدا. فانت عندك دفاع. الاساسيات. فهو حته التنظيم اللي بتيجي مع المدرب او الرؤيه بتاعته او السياسه بتاعته الجديده اللي بتحط عشان يعمل استراتيجيه للدفاع بتختلف. لكن اصلا النادي الاهلي كمنظومه عنده الدفاع جيد. دفاع جيد وبيهتم والدفاع هو الاساس. الاساس فهمت من كلام هو اللي بيديك السهل ومع ذلك انت اقوى هجوم. يعني انت هو انت عشان انت دفاع كويس. حلوه النقطه دي. يعني دفاع جيد هو اللي وصلك لهجوم جيد. طبعا صح طبعا صح. كلام مظبوط. يعني من ضمن الحاجات الكويسه الولد عمرو زهران عمل ريباوند وخد الملعب 26 28 متر راح حط لياب. انا عامل جود ديفنس وعنده حماس الديفنس فرايح الملعب اتفتح ورايح بيجري فرايح بيجري بس دي ثقه كمان مستر اجوستي. يعني طبعا قصدي اقول لك اللعيب بيلعب بثقه مش قلقان لو كره زي دي جلاها هيسحبه او هيقول له او بتاع. دي مهم جدا. هو على فكره ما بيسحبش الا اللي يبقى فيه حاجه في الدفاع وحاجه اتكشفت كشفت قوي. يعني تاخد بالك ازاي انما الغلطات العاديه في الملعب يعني هو بيظلم. يعني امبارح برضو في دوس الدفاع كان عمرو زهران فاتح الجاب عشان عشان يسيب الولد يدخل عشان عمر طارق يقابله يعني او يسيب يعمله تراب عليه او فخ ليه يعني كمصياده او كده. لكن في الحاجات دي هو بيزعق بيتضايق بياخدها. لكن هو من المدربين المصممين على الدفاع. نعم. وبرضو الدفاع انه يتحط في الماتشات 60 بونت دفاع جيد جدا. طب كابتن مصطفى وجهه نظر الفنيه في ليه النادي الاهلي اقوى دفاع حتى الان في البطوله؟ بص كابتن هيثم احنا اول حاجه لازم الناس تبقى عارفاها ان الباسكت بول اصلا ديفنس. يعني رقم واحد الديفنس. انت عشان تكسب اي حد لازم تعمل جود ديفنس عشان تعرف تكسب. فده اللي هو بالظبط مستر اوجستي مركز عليه. يعني لو انت شفت طريقه تتفرج على الماتشات هتلاقي ان مستر اوجستي في الاوفنس هادي الطباع. يعني في الاوفنس هو ما بيتعصبش على حد بالظبط. بس في الديفنس مع الغلطه يقدر بيتعصب. ليه؟ ان هو ده مكسب او هو ده مفتاح المكسب في اي ماتش. بيتهيألي مستر اجوستي بيميل للمان تو مان وبيميل كمان للمان تو مان على حسب كل جيم. بمعنى
بمعنى يعني احنا مثلا بيبقى في موضوع السكرين بول ده بيبقى ليه كذا طريقه للدفاع، ان انت تدافع عنه على حسب كل جيم وامكانيات اللعيبه اللي بتاخد السكرين. في واحد بياخد السكرين شويط بالظبط كده، عليه كده هتدافع عليه بطريقه بالظبط كده. فهو ده اللي منجح النادي الاهلي في الموضوع ده، قرايه الماتشات وقرايه الجيم قبل ما تلعبه، وان انت توصل للعيبه بتاعتك ان الفرقه دي بتعمل ايه وكل لعيب ايه مميزاته وايه عيوبه. انت بتبقى كلاعب نازل الموضوع سهل بالنسبه لك، قاري الدنيا بالظبط كده. انا عارف ان اللعيب ده بيشوط كويس فانا همنعه مش هخليه يشوط، ممكن اسيبه يدخل ان هو مثلا نسبه من تحت الباسكت او عندي حد طويل تحت الحلقه هيشيله يعني عمر طارق موجود بالظبط كده، فهي الدخول بيبقى مش بسهوله بالظبط كده. فهي قرايه الجيم اللي هي بتبقى قبل الماتش بتبقى اهم كتير قوي من الماتش نفسه، ان هي المفاتيح اللي انا كلاعب لما يجي كوتش يقول لي مثلا انت اللعيب الفلاني ده هتمسكه بالطريقه كذا، انا ما بقاش محتاج غير شويه قلب ان انا بس بموت نفسي في الديفنس عشان اطبق الكلام اللي كوتش قاله لي. وهو ده اللي منجح النادي الاهلي من السنه اللي فاتت، الديفنس. لو جينا بصينا احنا كنا طول عمرنا نقول لك ايه، احنا لو قدرنا نخلي الفرقه دي ما تحطش 60 بونت احنا كده كسبنا. برافو. حتى لو الاوفنس بتاعنا النهارده مش موفقين بس المهم هم يجيبوا 60 بالظبط كده، اقل من 60 والنسبه ايه باينه بالظبط كده. ودي النسبه اللي باينه يعني 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 النسب اللي باينه. انا مع احترامي للفرقه كلها مش معنى ان الفرقه ضعيفه فانا قدرت ان انا اخليهم يحطوا اقل من 60 بونت، لا هو مش ضعيف بالظبط كده. انا الديفنس بتاعي كويس 71 نقطه يعني على عن الافريج حاجه عن الافريج بالظبط كده بالظبط كده. بس ده اللي خلاني اكسب ان انا بخلي الفرق لا انت مش هتحط فيا اكتر من 60. طب خليني اقول لك برضو يا كابتن مصطفى ان الدفاع بيبقى كذا يعني او اكتر من محور. طيب. انت عندك مثلا اللعيبه الطوال لازم بتتحرك بشكل جيد عشان تغطي على اللعيبه الجردات اللي بره. طبعا. عندك الجردات ازاي تعمل بريشر على الكوره، يعني تفاصيل الدفاع دي تفاصيل كتيره جدا طبعا، عايزه عدد ساعات تمرين كتير. شايف ده يعني انت اكيد حضرت تمرين كابتن مستر اجوستي كلنا بنحضرها، شايف انه مستر اجوستي ادى زي ما قال كابتن سرعاوي ادى الناحيه الدفاعيه ولقى ارض خصبه عند اللعيبه وعند اساسيات مظبوطه عند اللعيبه عشان كده الشغل ده بان بالظبط. طبعا ده بص يا كابتن هيثم اهم حاجه ان الديفنس ده منظومه، يعني ما ينفعش ان احنا مثلا اللعيب من الخمسه اللي في الملعب يعمل ديفنس لوحده والاربعه التانيين قاعدين يتفرجوا عليه، هتفشل هتفشل طبعا. فهي المنظومه الكامله ان احنا الخمس لعيبه بندافع على الفرقه دي، يعني انا ممكن ابقى انا بعيد عن الكوره بس ليا دور في الديفنس. صحيح. وقفتي في الديفنس مخليه ان الملعب زحمه شويه بالنسبه للفرقه الثانيه، الارتكازات بتاعتك بالظبط كده. الحاجات دي كلها مش من فراغ، الحاجات دي كلها بالتدريب والحاجات دي كلها ان احنا مع التكرار. احنا طبعا انا يعني حضرت تمرين مستر جوستي وطبعا انا عشان قريب من الجهاز الفني وكلهم صحابي فبتكلم وبفهم منهم، لا التفاصيل الصغيره في الديفنس مهمه جدا وما بيسيبهاش بالظبط كده. هو ما بيسيبش التفاصيل الصغيره دي، التفاصيل الصغيره دي اهم. وقفتك وانت بتواجه مانك واقف ازاي، اللعيب اللي معاك كوره انت بتضغط عليه بشكل عامل ازاي، هلبك ازاي بالظبط كده لما تعمل هلب بالظبط كده. فالكلام ده كله التفاصيل دي اهم حاجه في الجيم. يعني الجمهور بالنسبه له المتعه ان اللعيب بيحط باسكت ويجيب باسكت وعمل تفاصيل ازاي، تفاصيل كبيره قبل كده بالظبط كده. بس في تفاصيل صغيره مستر اوجستي هو ده اللي زرعها في اللعيبه. يعني انا عشان كده بقول لك كابتن هيثم ايه زي ما الكابتن سعيد قال، هو مفيش فرق، هو في ان انت موت نفسك في الملعب ولا لا. مش معنى ان انا لعيب كبير ان انا ما اعملش ديفنس، مفيش الكلام. صح. ده لا هتدافع يا باشا بالظبط كده، تعالى جنبي بالظبط كده. حتى لو انت هتحط لي 30 بونت لو مش هتعمل ديفنس لا اقعد. ساعات مدربين بتضعف، يعني في اوقات كتيره كابتن سلاوي مدربين بيبقوا عارفين ان كابتن مصطفى بيقوله ده ويبقى عارف كويس قوي الدفاع هو الاساس، ويجي مع الماتشات وضغط الجماهيري وانه عايز لعيبه تحط باسكت يبتدي يتغاضى او يدور وشه عن الديفنس، عن الديفنس اللعيبه نجوم. شايف ده بيحصل؟ لا عندنا ما بيحصلش، بس هي هو زي ما مصطفى قال ان من اكبر ايجابيات الراجل ده هو التفاصيل، ما بيفوتش تفاصيل. يعني هو بيبقى واقف عند نقط معينه مركز عليها، فاللعيب لما بيشوف المدرب مركز في الحاجات دي ما بيعملهاش وعارف ان هو تحت الميكروسكوب على طول. لو ما اشتغلش كمنظومه واحده في الدفاع وعمل المطلوب منه هيطلع بره. طب خلينا برضو نقطه مهمه جدا نتكلم فيها كابتن، ولتر هودج احنا شفناه في بورتوريكو وشفناه قبل ذلك في الزمالك. هو وان مان شو، هو رجل بسكورر هداف عنده امكانيات كبيره جدا تؤهله يلعب في احسن دوريات في العالم، ولكن احنا شفنا ان ولتر هودج عدل من طريقه لعبه واصبح دلوقتي معاه 4-5 هدافين في الملعب. لا ما هو عدل عشان دي، عشان هو مش عدل علشان هو
اي لعيب محترف بيجي ليه نظامه وليه بيبقى جاي عارف ان هو وان مان شو زي ما بتقول. طيب لكن هو في الزمالك غير في الاهلي. ايه فرق وولتر هودج مثلا، بلاش نتكلم على الزمالك، من وولتر هودج بورتوريكو وولتر هودج النادي الاهلي، ايه الفرق؟ ايه اللي انت شايفه فرق؟ وايه شايف الادوار؟ هل هو يعتبر لعيب من خامه معينه وقماشه معينه انه ينفذ تعليمات الجهاز الفني سواء دفاعيا، لان المحترفين وحضرتك عارف وانا عارف ومصطفى عارف ما بيحبوش يدافعوا. محترفين عايز يحط 30 بونت عشان السي في بتاعه عشان يبعت يجي له عقود بره. هل شايف ان 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 وولتر بدفاعه ده وانه في الهجوم بيغذي اكتر اللعيبه اللي حواليه ان هو يلعب؟ هو طبعا شايف ده ازاي؟ اقول لك شايف ده ازاي؟ كرؤيه قد يعني تصيب او تكون غير صائبه. هي طبعا وولتر ووج معدل السن بتاعه يعتبر بالنسبه للاعب باسكت كبير، 36 سنه. اوكي، فهو جاي لعيب ذكي ولديه خبرات متعدده باللعب في دول كتير منهم الكويت، الكويتي السنه اللي فاتت صحيح قبل ما يروح بورتوريكو. فهو عارف طبيعه يعني ايه، عارف طبيعه المصريين المدارس وعارف طبيعه المختلفه، مدارس المختلفه وعارفها. فهو بيعمل ايه؟ وعارف ان هو مطلوب منه بقائه في الملعب لفترات طويله. فهو بيعمل ايه؟ بيبقى بيجيله شوطه فاضيه بيروح واخدها، بيجيله شايف واحد بيجري بيبصيله. فهو بدا يوفر مجهوده، يوفر مجهوده. لكن في الاوقات الحاسمه زي امبارح قدر خد المباراه على ايده. صح، برافو عليك، خد بال حضرتك ازاي. فهو لعيب ذكي. لما امبارح عطلنا وبدا خلاص بقى انا بطلع بقى الواد مش اللي جواه، خلاص لازم اطلع واحط. وده يا كابتن اللي كان فرق بينا، معلش انا اسف، ده تومسون السنه اللي فاتت هو ده اللي كان فيه حاله من عدم الرضا. ليه؟ في اوقات بتعطل المكانات بتاعتك، انت راجل محترف انا مستعين بيك عشان انت تيجي تقويني، فلازم لما اعطل تشتغل. اشتغل ليه؟ لان وبعدين برضه يعني الحمد لله فرقه الاهلي مش في كل مره هتبقى، مش هيبقى فيه العطل ده. يعني مثلا ايه، الفرقه الاهلي بتعتمد على ما فيش نجم النهارده، انا ومصطفى الشافعي كويسين، بكره انا وانت كويسين، بكره انت لكن هو ذكائه وحنكته انه بيوفر مجهوده لبقائه الاطول. فهو بدا يدافع لان موفر مجهوده شويه، فهو في شوطه بياخدها نسبه عاليه جدا فاول الشوتنج بتاعه، قوه تركيزه فيها. ولما بدا العمليه بيحس ان لازم انا بقى اقوم بدوري بقى، بدوري كلاعب محترف انا جاي اخدم. لكن زي جدا بساطه هايله، عينه رؤيته كويسه جدا للملعب، عنده ذكاء. هو ذكي جدا ما شاء الله، ذكي جدا. لكن ده برضو بقول لك لانه لديه خبرات كتير، خبرات في اسيا، انه لعب في انديه في اسيا، خبرات في مصر، خبرات في دول امريكا، بورتوريكو وغيره وغيره. كمان هو ادى الدور اللي طالبه منه اجوستي. وهو كمان اهم حاجه ان في ثقه ما بينه وبين اجوستي. الله عليك، الله دي عليك. اهم نقطه ممكن احنا نتكلم فيها، بيثق في ده وده بيثق في ده، فاخد بالك ده. زائد ان اجوستي بيغذي فيه حته، لا انت برضو نجم طبعا. طبعا يعني انت واخد بالك ازاي، لكن الثقه هي دي السبب الرئيسي. نعم. طب كابتن مصطفى، يعني محتاج اسمع رايك برضو عن النقطه دي، يعني ليه وولتر كده؟ بص يا كابتن هيثم، احنا طول عمرنا بنفكر في المحترف بطريقه غلط شويه. احنا بنفكر في المحترف ان احنا عايزين محترف يحط 30 بونت 40 بونت. نعم. وده اثبت صراحه ان ده مش صح. يعني احنا لما كان عندنا محترفين بتحط 30 بونت بس ما قدرناش نكسب بيهم، ما قدرناش ناخد بطولات بيهم. تمام. احنا ميزة فرقة الاهلي من الاول ان احنا ما عندناش النجم، احنا عايزين اللعيب اللي يعرف يعمل كنترول على ملعبه، وفي نفس الوقت زي ما كابتن سعيد قال وحضرتك قلت يا كابتن هيثم، ان في توقيت انت كلعيب مصري ما بتبقاش موفق. النهارده انت مش موفق، محتاج اللعيب اللي يشيلك. هي دي مميزات وولتر، ان هو يعني الوان مان شو بالنسبه له مش ان انا احط سكور، هو بالنسبه له ان انا ازاي لما الفرقه توازني اتلعيب. بالظبط كده، بالظبط كده. انا عندي الحلول بتاعتي، بس انا شايف ان الفرقه حلولها ماشيه. وزي ما قال كابتن سرعاوي، السن، موضوع السن ان هو 36 سنه، ده هو برضو ذكي ان انا برضو انا مش هقدر العب كل جيم بنفس بالظبط كده، بالظبط كده. وفر مجهودي للوقت الفرقه بنفس الاسلوب الدفاع اللي طالبه مني. بالظبط. فطبعا اختيار وولتر السنه دي انا شايفه اختيار موفق جدا، وان شاء الله باذن الله يكمل بنفس المستوى ده. ان زي ما حضرتك قلت برضو، احنا المحترفين
مفيش حد، مفيش محترف يعمل ديفنس، هو كل اي محترف بيجي عايز بس يعمل الشو بتاعه ويحط سكور عشان خاطر بيفكر في السنه الجايه، ويمثل ان هو بيعمل ديفنس بالظبط كده عشان السنه اللي بعدها رايح فين. صحيح. انا بالنسبه لي وولتر الصراحه من حتى لما جه مصر وهو لا لعيب ذكي، لعيب ناجح، هو عارف هو عايز ايه، وعارف وفاهم ان الباسكت بالنسبه له مش ان انا احط سكور وعلى، لا بالعكس انا اكسب واجيب بطولات، خاصه ان معاه مدرب فاهم بالظبط كده، مش مدرب بس بيبص في السكور، هو جاب كام بونت في اخر ماتش بالظبط كده، جاب زيرو بونت بس مشغل الفرقه ومكسبها بالظبط كده. صحيح. طيب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل، هنرجع بعد الفاصل بقى نتكلم عن بقيه ترتيب الفرق والدور الجديد ان شاء الله هيكون ازاي وشكله ايه. ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا تحليلنا وحواراتنا وكلامنا عن البطوله العربيه لكره السله. اروح لكابتن سلعاوي، احنا كنا توقفنا كابتن في المجموعه الثانيه عند النادي الاهلي في الترتيب، استاذن حضرتك نكمل ترتيب المجموعه. و الرياضي اللبناني بيقع في المركز الثاني، لعب مباراتين، خسر مباراه اللي هي مع الاهلي المصري ليه 258 وعليه 308 208 208 مش باين الرقم بس 208 تمام. وبعدين الفرقه الثالثه الغرافه القطري لعب خسر مباراه من 2 وحط 203 وعليه 265 تمام يا كابتن، وعنده اربع نقاط. وبعد كده يجي الميناء اليمني، صفر مكسب، مفيش خالص. مكسب خسر الثلاثه ليه 180 وعليه 311 كتير قوي كتير، بس الفرقه دي انا شفتها هي عباره عن فرقه ناشئه يعني ناشئين مجموعه ثانيه يا كباتن، ونظرا طبعا للظروف اللي بتمر بيها اليمن، فانا اعتقد ان مستقبل الفرقه ده هيبقى كويس. طب كابتن عايزين نتكلم عن الاتحاد الاسكندري طبعا. اخواتنا كويس انت برضه فتحت يا كابتن هيثم بلبقتك موضوع الاتحاد الاسكندري. الاتحاد الاسكندري بيمثل مصر برضه زي ما النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله، المنافسه كل احترامنا ليه، المنافسه شيء جيد جدا، ولكن في الاخر هو بيمثل مصر. نادي الاتحاد الاسكندري تعرض لثلاث اصابات، اسماعيل احمد عمل عمليه غضروف قبل البطوله، شوشه اصابته صعبه شويه، اتصاب في صباع ايده بكسر تقريبا، فده نزل مصر يعني، وان شاء الله يرجع الملاعب في اسرع وقت لانه من العناصر المهمه للنادي والمنتخب طبعا. وفوده برضو تعرض لكتمه بسيطه لكن ان شاء الله تكون بسيطه ويقدر يلحق في المباريات. عرفت ان فوده هيغيب عن الغرافه بس هيلعب بعد كده المباريات اللي بعد كده، كدمه ثلاث ايام بس. واعلن كده نادي الاتحاد، يعني نادي الاتحاد الاسكندري هو اللي اعلن كده كمان. نادي الاتحاد الاسكندري هو رقم واحد في البطولات العربيه، عنده 7 بطولات عربية. وبيعتبر السنة دي اللي أضاف أنس أسامة وأضاف يوسف شحاتة، ومن الحاجات الكويسة اللي عملها مدير فني جديد. ومدير فني جديد، وطبعا المدير الفني الجديد جاي بعد كابتن أحمد مرع صاحب الإنجازات كبيرة جدا مع الاتحاد وسبورتنج والجزيرة. ولكن احنا بنتمنى له التوفيق، لكن طبعا اعتقد ان القرعه راح في الاخر، لان احنا كنادي اهلي هنقابل نادي الاتحاد الاسكندري، وبرضه في الاخر هيبقى لقاء مصري واللي ربنا يوفقه نتمنى يكسب البطوله ان شاء الله. نادي الاهلي يكسبها ان شاء الله. طب ونادي الاتحاد الاسكندري يعتبر برضه من الانديه العريقه في اسكندريه وفي مصر يعني، كل الاحترام للنادي الاهلي، كل الاحترام، ومنظومه جيده جدا، مصروف عليها كويس، اعدادها كويس، مهتم، كل الاحترام طبعا للنادي الاتحاد ولاعيبته وجمهور نادي الاتحاد الكبير. كابتن مصطفى المجموعه الثالثه والرابعه وترتيبها. بص يا كابتن هيثم، من المجموعه الثالثه تقريبا المجموعه اللي هي المستويات كلها متقاربه. لا. ان في قزم الكويتي اول المجموعه كسبان ماتشين وخسران ماتش، و ليه في الاوفنس 260 وعليه 247 معاه 5 نقط، ارقام كلها قريبه بالظبط. الاهلي البحريني برده كسبان ماتشين وخسران ماتش، 214 ليه وعليه 212 5 نقط. البشاري العماني خسران ماتش كسبان ماتش وخسران ماتشين 4 نقط، ليه 234 وعليه 253 نقطه. السد القطري كسبان ماتش وخسران ماتشين 232 ليه وعليه 232. بس المجموعه دي كانت نتيجه تقارب المستوى، كانت مجموعه قويه سخنه بالظبط كده بالظبط كده، يعني اول وثاني متساويين وثالث ورابع متساويين، فهي دي تقريبا اكتر مجموعه فيها تساوي شويه فيها منافسه بالظبط. نيجي بقى المجموعه الرابعه، طبعا اول مجموعه بيروت اللبناني كسبان 3 ماتشات ب6 بونت ليه 260 وعليه 238.
الجهراء الكويتي كسبان 2 وهو تاني المجموعه وخسران ماتش ليه 231 وعليه 208 نقطه برضو مع خمسة بونت. وبعد كده دجله الجامعه خسران ماتش وكسبان ماتش وخسران ماتشين 223 222 مع 4 بونت. وداد بوفريك برضو خسران الثلاث ماتشات في المجموعه ليه 203 وعليه 249 مع 3 بونت. وده تقريبا دي المجموعه الرابعه. ومعلش كابتن هيثم، بس انا عايز اقول نقطه واحده بس، ان احنا نقطه برضو لازم الناس تاخد بالها منها، ان الاتحاد السكندري يعتبر تاني اقوى فرقه بالارقام بعد النادي الاهلي. يعني احنا لو جينا بصينا في الارقام هنلاقي ان هو اوفنس هو 293 وعليه 190 والاهلي في 183. يعني الفرق في الديفنس لحظه صحيح 7 بونت، كلام صغير يعني مش كلام كبير. فبرضو لازم نبقى برضو نقول دفاع قوي الاتحاد السكندري بالظبط كده. يعني هو فينس قوي، السر بيهتموا بالحاجتين، بالدفاع القوي والشوتنج. فدي برضو معلومه التصوير. الناس برضو لازم تبقى عارفاها، ان برضو الاتحاد السكندري بيعمل جود ديفنس وعنده الاوفنس برضو كويس جدا، برضو 293 في الثلاث ماتشات. انا مش شايف اي فرقه في التسعينات 290 دي، مفيش فرقه ثانيه، مفيش خالص. هو الاهلي 326 وبعدين الاتحاد 293، ويجي كازما الكويتي والبيروت اللبناني ب 260 نقطه. بالظبط كده. يعني انت قصدك ملاحظه كويسه ان نادي الاتحاد السكندري المصري هو ثاني احسن ارقام دفاعا وهجوما بعد نادي الاهلي في البطوله. يمكن النادي الاهلي في الهجوم معدي كل الفرق 326 ومفيش حد جه. بس في ملاحظه ثانيه يا كابتن، خدت بالي اوائل المجموعات اللي هو الكويت الكويتي والاهلي المصري وبيروت اللبناني، دول ما خسروش ولا ماتش، انما الكازما الكويتي اول المجموعه الثالثه خسر مباراه. بالظبط. يعني في ثلاث فرق بس في ال 16 فريق ما خسروش ولا ماتش. تمام. طب كابتن، اكيد الساده المشاهدين بتسالوا المباريات اللي جايه مع مين وامتى وشكلها ايه. استاذنك كابتن مصطفى تستعرض مع الساده المشاهدين واستعرض على شاشتنا دلوقتي جدول المباريات القادمه بمواعيدها، ودي طبعا مهم جدا لجمهور النادي الاهلي عشان يعرف مباراه النادي الاهلي اهل المجموعه. اتفضل يا كابتن. اتفضل. طبعا احنا النهارده طبعا راحه لكل الفرق عشان هنبدا دور ال 16 من يوم الاثنين ان شاء الله اللي هو بكره. نعم. في اول ماتش في الساعه 1 الظهر الاتحاد السكندري مع الغرافه القطري بتوقيت الكويت. بتوقيت ده بتوقيت الكويت. بتوقيت الكويت يبقى بتوقيتنا يعني 12. هم سابقنا هم بعدينا بساعه. احنا النهارده هيبقى الماتشات 12 الظهر. المواعيد اللي هنقولها دي يا جماعه مواعيد الكويت، فانت ترجع ساعه، احنا 12 يعني 3 تبقى 2 4 تبقى 3 وهكذا. اتفضل يا كابتن الاسر. الماتش الثاني قزمة الكويتي وداب بفريك، ده اللي هو الاول الاتحاد السكندري والغرافه القطر. بالظبط كده. الساعه 1 بتوقيت الكويت. الساعه 1 على صاله ايه يا كابتن؟ على سؤال، هو كل الماتشات تقريبا في صاله الاتحاد. تمام يا كابتن. كل الماتشات في ملعب واحد. تمام يا كابتن. اتفضل يا كابتن. تاني ماتش هيبقى قزمة الكويتي وداد بوفريك، ده اللي هو هيبقى الساعه 3 بتوقيت الكويت و2 بتوقيتنا ان شاء الله باذن الله. وبعد كده يوم تالت ماتش هيبقى الاهلي البحريني ودجله الجامعه، وده هيبقى الساعه 5 بتوقيت الكويت. الكويت الكويتي وميناء اليمني، ده هيبقى الساعه 7، وده هيبقى اخر ماتش يوم الاثنين في دور ال 16. هنيجي بعد كده يوم الثلاث، وده المهم بالنسبه لنا ان شاء الله اللي هو 11/10. اول ماتش هيبقى الاهلي المصري والاهلي حلب السوري، وده هيبقى الساعه 1 بتوقيت الكويت، يعني اللي هو ان شاء الله باذن الله هيبقى 12 بتوقيتنا احنا. تاني ماتش الرياضي اللبناني هيلاعب الاهلي بني غازي، وده هيبقى الساعه 3 بتوقيت الكويت. وبيروت اللبناني مع السد القطري الساعه 5. وفي الجهراء الكويتي مع البشائر العماني، ده هيبقى الساعه 7 ان شاء الله باذن الله، وده هيبقى اخر ماتش في دور ال 16 ان شاء الله. طب كابتن سلعاوي، ناخد يعني احنا مباراه النادي الاهلي اللي جايه يوم الثلاث الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره، ده اللي يهمنا طبعا. حلب السوري الاهلي، اهلي سوري. مع اهلي حلب السوري اللي هو رابع المجموعه الاولى، رابع المجموعه الاولى. طيب كابتن توقعات، كابتن مصطفى مشكورا قال المواعيد، سيبوا يا جماعه الجدول بعد اذن حضراتكم، وهناخد مباراه كده وتوقعاتك مين اللي هيطلع دور الثمانيه. اتفضل يا كابتن، خد يوم الاثنين بكره مثلا الاتحاد والغرافه. الاتحاد السكندري ده حضرتك توقعاتك ان الاتحاد هيكسب الغرافه. قزمة الكويتي هيكسب. قزمة الكويتي لان اول مجموعته. اهلي البحرين هيكسب. اهلي البحرين ماشي هيكسب لانه ثاني المجموعه، ودجله ده الكويت الكويتي. دجله الرابع. الكويت الكويتي ماتش برضه وان سايد محسوم تقريبا. الاهلي المصري مع اهلي حلب ان شاء الله الاهلي المصري يكسب. تمام. الرياضي اللبناني مع اهلي بنغازي، الرياضي اللبناني. تمام. بيروت اللبناني مع السد القطري، بيروت طبعا. تمام. الجهره الكويتي مع البشاير، برضو الجهره طبعا. اذا توقعات حضرتك كابتن سلعاوي، انت تتفق معاها كابتن مصطفى؟ طبعا اتفق مع كابتن سلعاوي في النتائج. طيب يبقى احنا يعني توقعاتنا هنا في الاستوديو الابطال ان احنا هنبقى الاتحاد السكندري، قزمة الكويتي، الاهلي البحرين، الكويت الكويتي، الاهلي المصري، الرياضي اللبناني، بيروت اللبناني، الجهراء الكويتي، دول هيبقوا في دور الثمانيه. طيب
احنا في الحاله دي ممكن هنرد على مين؟ احنا ممكن نرد على الجهراء الكويتي والبشائر العماني يعني. يعني الفائز من دول غالبا هيبقى الجهراء الكويتي. الجهراء الكويتي بالظبط. والاتحاد هيرد على الاتحاد السكندري هيرد على الكويتي. الكويتي على القزمه الكويتي. القزمه الكويتي تمام. على القزمه الكويتي. القزمه الكويتي صح. خلاص يعني احنا في دور الاربعه الثمانيه باذن الله في حاله التعدي هنقابل الجهراء الكويتي ان شاء الله. الجهراء الكويتي واخد ترتيب مجموعته الثالث. تمام يعني برضو ان شاء الله يعني نعدي الدنيا. بس هي فرقه كويسه الجهراء الكويتي يعني. الجهراء الكويتي طبعا على لا الجهراء الكويتي واخد الثاني. واخد كويس. وبعدين كان من بيروت اللبناني بس. وبعدين الجهراء الكويتي كمان بيتمتع بميزه انه على ارضه. على ارضه صح. فاذا مباراه دور الثمانيه مش مباراه دور الثمانيه مش هتكون بالنسبه بس هي كويسه اعداد لما بعدها. يعني مش هتكون مباراه سهله لكن ان شاء الله تكون مباراه. الجهراء الكويتي فيها صالح المجري. يعني فيها صالح المجري اللاعب طبعا التونسي الكبير لاعب مافريكس وارع عراقي اللاعب اللبناني. طيب اثنين وثلاث خلصت حلو. الدور الثمانيه يوم ايه بقى يا كابتن؟ الدور الثمانيه هيبقى يوم الاربعاء 12/10 والخميس اجازه والجمعه الدور اللي قبل النهائي والسبت النهائي. يعني خلاص يعني انت عندك كام يوم بقى يا كابتن مصطفى كده؟ ان شاء الله عندك اثنين ثلاث اربع خميس جمعة. بس انت عندك الاثنين انت راح. احنا الاثنين راح. احنا عندنا الاهلي هيلعب الثلاث والاربع ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه وهيريح خميس باذن الله وهيبقى السيمي فاينل يوم الجمعه 14/10 ده السيمي فاينل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يوم 15/10. طيب انت حضرتك شايف يا كابتن يعني خلينا باستثناء الفاينل الفاينل بيبقى ليه حسابات ثلاث مباريات في اربع ايام شايف ده حمل عالي يا كابتن؟ لو وصلت الفاينل يبقى اربع مرات في خمس ايام. بص يا كابتن هيثم احنا ممكن نكون مثلا الجدول كان مش فيه ظلم للاهلي ولا حاجه بالعكس بس احنا ممكن الاهلي لعب ماتشين ورا بعض في المجموعه وفرق تانية ريحت اكتر شويه وفي نفس الوقت احنا هنا يعني الفرق بتاعت يوم الاثنين هتبقى مريحه يوم قبل دور الثمانيه ويوم بعد كده قبل السيمي فاينل احنا هناخد يوم راحه واحد بس السيستم اللي كوتش اوجوستي عامله الروتيشن ده هيساعد النادي الاهلي باذن الله ان باذن الله مش هيبقى فيه مشكله خالص في ضغط الماتشات. طب شايف الاثنين الصغيرين سواء طارق مؤمن طارق خيري او عبد الله ناصر ممكن يكون لهم دور في الماتشين اللي جايين عشان يوفر طاقه بتاعته في قبل النهائي؟ ممكن طبعا في الماتشين الجايين هيتم توزيع الادوار في بالنسبه للمباراتين الجايين وبعدين مؤمن طارق خيري من اللعيبه كويسه جدا من اللعيبه وعبد الله 14 لاعب هي دي برضو من الميزه الحاجه الجديده في الدوري العربيه ما كانش قبل كده فهو بيديك من ساعه الكورونا فهو بيديك 14 لعيب تقدر تحط كل مباراه 12 لعيب. كابتن سلعاوي انا بشكرك وصراحه يعني امتعتني بتحياتك كالعاده. الله يخليك كابتن احنا اللي شرفنا بوجودنا معاك انا وبعدين مصطفى كمان اول مره وحاجه يعني تشرف بصراحه حاجه عظيمه يعني. مصطفى بشكرك نورتني طبعا مصطفى الشافعي كابتن النادي الاهلي كابتن التاريخي النادي الاهلي يعني يعني ربنا يخليك كابتن ربنا يخليك كابتن هيثم وشكرا جدا على الاستضافه الحلوه دي وشكرا طبعا لكبسة العاوي اللي مربيني من وانا صغير في ناشئين في النادي الاهلي انا بشكركم جدا على التواجد معايا ورب اكون ضيف خفيف عليكم وعلى جمهور النادي الاهلي خفيف ودايما يعني حاجه جميله في كل وبعدين طبعا عايزين نبارك له داخل الجهاز يعني حاجه تشرف طبعا في الجهاز وان شاء الله له مستقبل ان شاء الله شكرا مدير فني ان شاء الله شكرا شكرا يا كباتن اعزائي المشاهدين ده كان كلامنا النهارده على البطوله العربيه نتمنى التوفيق للفريق وكل فرق النادي بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه والى حلقه جديده مع الاطفال